قسيس شادي، في أمامنا دقيقتين. إحنا تتكلمت عن المسيا وتكلمت عن كلمة الله، إذا بدك تحتوي الموضوع عاوز توصلنا رسالة، إيه اللي ممكن تتكلم لأحبائنا المشاهدين في هذا الوقت؟ أهم شيء في هذا الموضوع السيس نزار مش فقط المعلومات، لأنه اليهود اللي كانوا معاصرين للمسيح كانوا يعرفوا كثير من المعلومات عن المسيح لكنهم لم يقبلوا. والآن نفس الشيء، إحنا نواجه نفس المشكلة، إنه أنا بعرف معلومات عن المسيح لكن أنا لا أريد أن أقبله. فالقرار هو قرار القلب أكثر ما هو قرار العقل، لأنه المسيح يريد أن يصل إلى الجميع، وهذا اللي عمله. ما زال الآن المسيح يريد أن يصل إلى كل شخص من المستمعين، لكن هل أنا أريد أن أفتح له الباب؟ هل أنا أريد أن يصل إلي المسيح؟ هل أنا بدي يكون لهاي العلاقة؟ أعرف المسيح، أعرف من هو المسيح بالفعل كما أعلن هو عن نفسه، مش كما أريد أنا ومش كما سمعته من غيري، لكن كما هو أعلن عن نفسه. هذا القرار قرار شخصي، قرار شخصي لن يستطيع أحد أن يجبرك عليه، لكن فقط اعرف من هو المسيح، ابحث عن المسيح. أعتقد أسيس نزار أنه أهم سؤال يجيب عنه الإنسان في فترة حياته هو من هو المسيح، لأنه هذا السؤال لو جاوب عليه واقتنع بإجابته الحياة كلها راح تتغير. لأنه إذا المسيح كان كما أعلن عن نفسه أنه هو ابن الله اللي جاء من أجلي، فالحياة لن يعني مش مستحيل تبقى كما هي. لكن لو أنت ما زلت مقتنع أنه المسيح هو فقط نبي، افحص هذا الادعاء بما قاله المسيح عن نفسه في الكتاب المقدس، وأيضا اسأله شخصيا. يعني أشجع أي شخص، الله إلهنا يتكلم، إلهنا يصل إلى الآخرين، شجع أي شخص اسأل الله نفسه مين أنت، أعلن لي عن ذاتك. هل كما شكرا. يقول المسيح قسيس شادي، أزف الوقت، شكرا جزيلا. ونعرف احنا عم نبحث في موضوع طويل وكبير ونحاول نعمله في دقائق او في ساعه، لكن ربنا يباركك ويبارك خدمتك. انا بصلي انه اليوم يكون اعترافك انت هو المسيح مخلصي، واقبلك وادعوك الى حياتي، وهو بيسمع وبيستجيب وبيجي لحياتك. هاي صلاتي لك اليوم، والرب يباركك.